أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المتابعون، أيتها الأخوات المتابعات، بعدما وقفنا في الأسبوع الماضي مع دروس التضحية من خلال قصة أبي الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل عليه السلام، ننتقل اليوم إلى الكلام عن دروس التوكل على الله من قصة كذلك نبي الله أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه هاجر. وقفات مع قول الله تبارك وتعالى من سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الآيات فيها من الدروس والعظات، وفيها من الآيات والعبر الكثير، سنقف مع بعضها في هذه الجمعة سائلين المولى جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معلوم في كتاب الله تعالى أن قصص الأنبياء هي للعبرة والتذكرة وللدروس والعظات. وقصة إبراهيم عليه السلام سنتناولها عبر محطات، ونحن نستقبل أياما عظام، أيام الحج، تلكم الأيام التي حرمها اليوم كثير من الناس بسبب ما هو واقع الناس بسبب واقع الناس الآن. ولكن سنحاول من خلال الدروس والخطب والمواعظ أن ننقل الناس إلى ذلك الجو الإيماني، جو الحج وما يقع فيه من أحداث. قال تعالى في كتابه الكريم: ربنا، حاكيا عن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. إبراهيم عليه السلام أخذ زوجه هاجر وأخذ ابنه الرضيع إسماعيل بأمر من الله تبارك وتعالى إلى واد غير ذي زرع. والواد في اللغة العربية ليس هو مجرى الماء كما يظن كثير من الناس، وإنما هو المكان المنحدر بين جبلين. قال ربنا، وهذا فيه إقرار الربوبية لله تبارك وتعالى. يعترف إبراهيم الخليل بربه ربا متصرفا مدبرا لهذا الكون، يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، أي إني أخذت زوجي وأخذت ابني الرضيع إلى مكان منحدر بين جبلين ليس فيه زرع ولا بشر ولا شجر ولا مادة حياة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أي عند المكان الذي فيه بيتك المحرم. وهذا البيت كما ذكر أهل العلم بني من زمن آدم عليه السلام ثم انجلت معالمه، والله تعالى بعد ذلك سيأمر نبيه إبراهيم ببنائه مرة أخرى، وهي محطة من المحطات التي سنقف فيها ونقف معها للتكلم عن إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. أما درس اليوم فهو درس في التوكل على الله تبارك وتعالى من خلال ما جرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه هاجر عليها السلام. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إشارة إلى مكان. قال ربنا ليقيموا الصلاة. هاجر عليها السلام لما جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة المشرفة حرسها الله، لما جاء بها إلى ذلك المكان المكرم المشرف وأراد أن يتركها، قالت له: لمن تدعونا يا إبراهيم؟ لمن تدعونا يا إبراهيم؟ فسكت إبراهيم ولم يجب عليه السلام، ثم كررت النداء: لمن تدعونا يا إبراهيم؟
فلم يجب. فبعد ذلك تفطنت وقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: لن يضيعنا الله. الله أكبر. هذه المرأة الوحيدة في ذلك المكان الموحش الذي ليس فيه بشر ولا شجر ولا مادة حياة، توكلت على الله تبارك وتعالى وكانت واثقة به، وقفت في ذلك الموقف مع ابنها الرضيع وقالت: لن يضيعنا الله. هذا درس كبير في التوكل للنساء وللرجال. لكثير من النساء الذين ما إن يقع شيء إلا وتجد فيهم الهلع، يعني عندهم جميع وسائل التواصل من هواتف ومن مواد للتواصل بالواتساب وبمسنجر وكغير ذلك، تجد بيوتهم مملوءة بالطعام والشراب، وتجد كل مواد وسائل الحياة موجودة، ومع ذلك تجد الهلع وتجد عدم الثقة بالله رب العالمين. هذه المرأة أعطتنا جميعا درسا في التوكل على الله، درسا يجب أن نستحضره جميعا ونحن نقبل على أمور يعنينا في حياتنا. قالت: إذا لن يضيعنا الله. كانت موقنة مؤمنة راضية بأمر الله تبارك وتعالى تحت الظروف التي كانت فيها، الظروف القاسية التي ليس فيها لا طعام ولا شراب ولا أي شيء يمكن أن يستعمل مادة للحياة في ذلك المكان. قالت: إذا لن يضيعنا الله. فلما انصرف إبراهيم عليه السلام، نبي الله إبراهيم وقف عند مشارف مكة ودعا هذا الدعاء، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم رفع يديه وقال: ربنا ليقيموا الصلاة. هذا الدعاء فيه تمام التوكل على الله تبارك وتعالى. أنا هذا الرجل يترك امرأة في مكان خال عار ليس فيه أي شيء ثم ينصرف، ولكنه يعلم أن له رب، أن له إله معبود تنصرف إليه القلوب وتتوكل عليها هذه القلوب. فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي، وهو أعلم به، أعلم بهذا الكلام الذي يقول، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فترى ما هو الهم الذي يحمله هذا النبي العظيم. قال: ربنا اجعلهم مقيمين للصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. وفي ذلك دعاء لله تبارك وتعالى بإقامة الدين، لأن إقامة الصلاة إقامة للدين، لأن من يقيم الصلاة هو يقيم الدين، وهو له علاقة بربه في كل آن وحين. قال: ربنا يا ربي اجعل هذه الذرية، اجعل هذه الزوجة، اجعل هذا الابن مقيما للصلاة. همه الأكبر أن يكون أبناؤه مقيمين للصلاة. وإني والله لأعجب ثم لأعجب لأناس يحملون هم الدنيا ومستقبل الدنيا ولا يحملون هم الدين، تجده يريد أن ابنه يذهب إلى فيفي أو إلى إنيفرسيتيت ولا يحمل هم الصلاة ولا يحمل هم الدين. والله إني لأعجب لذلك. تجد الناس تحمل هم الدنيا، يقول لك مستقبل المستقبل المستقبل بيد الله، والدين هو الهم الذي يجب أن نحمله. دين أبنائنا، صلاة أبنائنا، ركوع أبنائنا، هذا هو الهم الذي كان يحمله الأنبياء. قال: ربنا ليقيموا الصلاة. يا ربي اجعل أبنائي مقيمين للصلاة، اجعلهم ممن يركعون لله، اجعلهم ممن يسجدون لله، اجعلهم ممن يدعانون لله رب الأرض والسماء. هكذا كان توكل الأنبياء. والله لم أجد فيما اطلعت عليه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله أنهم كانوا يحملون، أن الأنبياء وأن المرسلين وأن الصالحين كانوا يحملون هم الدنيا. والله ما كانوا يحملون هم الدنيا، وإنما همهم
هو الدين، هو إقامة هذا الدين. ربنا ليقيموا الصلاة. ثم قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يا ربي ارزقهم من أمور مواد الحياة ليعيشوا، ليقيموا هذا الدين، وارزقهم من الثمرات. لأن الذي يرزق الدنيا ويرزق الثمرات ويرزق المال هو الله تبارك وتعالى. والمسلم المؤمن المتوكل على الله يلجأ إلى الله، يسأل الله، يطلب الله، يتضرع إلى الله ليرزق ذريته، ليعطيه من خيره الدنيا والآخرة. ولكن همه هو إرضاء الله، هو تحقيق الهدف الذي من أجله خلق، ألا وهو عبادة الله وحده. ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وها هو ربنا رب العزة مجيب الدعوات، قريب سميع مجيب، يستجيب دعاء هذا النبي. فجعل الله تعالى ذرية إبراهيم ممن يقيم الصلاة، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فجاءت قبيلة زرهم واستقرت في مكة وزرعوا وفعلوا، ورزق هذه البلدة المكرمة المشرفة من جميع الثمرات. ولعل كل من يذهب للحج وللعمرة ليشهد بتلكم الثمرات التي رزقها الله تبارك وتعالى أهل تلك البلدة. ذلكم من بركة دعاء إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلكم ثمرة من ثمرات التوكل على الله تبارك وتعالى. وهذه من الدروس التي يمكن أن نأخذها من قصة إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر عليها السلام. نفعني الله وإياكم بما جاء في القرآن الكريم، وجعلني وإياكم من الذين يتبعون هداه. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.